مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من اسطنبول يوسف كاتب اوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. اهلا بك استاذ يوسف. بدايه، اجتماع ثلاثي هذه المره في سوتشي يضم تركيا روسيا اضافه الى ايران التي لم تحضر القمه الاستثنائيه الماضيه التي عقدت بين بوتين واردوغان، ما الجديد برايك في هذه القمه؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. يعني لا يعتبر ان هنالك جديد اكثر من تاكيد المسار السياسي وتفعيله بشكل مطلق وعدم محاولة إعطاء توترات إضافية أو محاولة تسييس الموقف. أرى أن جميع الأطراف وتحديدا تركيا هي حريصة على أن يكون هنالك تطبيق شامل وقف إطلاق النار. تركيا قدمت مجموعة من الملاحظات الهامة خصوصا في موضوع الاستفزازات التي تأتي من النظام السوري بخصوص منطقة إدلب التي تشكل قنبلة موقوتة. أتوقع أيضا أن موضوع المحافظة على سيادة أو على وحدة أراضي السورية وبالتالي محاربة المجموعات الإرهابية هو أيضا ألقى بغلال على هذا الموضوع، حيث تعتبر أن تركيا الوحيدة المتضررة والتي تشعر بخطر على أمنها القومي من خلال وجود المجموعات المدعومة من قبل أمريكا التي تحمل السلاح سواء كانت بي واي دي واي بي جي PKK وغيرها. أتوقع بأن تفاهمات أولية ايضا حصلت وحدثت في موضوع المنطقه الامنه، وان كانت روسيا لا تعلن ذلك صراحه ولكن بشكل غير مباشر هناك تفاهمات تم التوصل اليها امنيا وعسكريا بين كل من تركيا وروسيا، وبالتالي المنطقه الامنه ضروره قصوى بالنسبه لتركيا لتمكين عدم وجود كيانات ارهابيه على الحدود او اقليم ارهابي وتمكين عوده السوريين الى اماكنهم. طرحت نقطه مهمه وهي نقطه التفاهمات. بالنظر إلى تصريحات القادة الثلاثة، يرى البعض أن هناك تباينا واضحا في هذه الرؤى لحل الأزمة السورية. بالنظر إلى وجهة النظر التركية، هل تعتقد أن تركيا بإمكانها الموازنة بين مصالحها وبين مصالح أكثر من 4 ملايين شخص يعيشون في ريف إدلب وحماة وحلب يريدون الاستقرار وتحقيق مطالب الثورة؟ يجب على الجميع أن يعلم أنه لا يمكن الوصول إلى أي تفاهم وإلى أي حل إلا بوجود الطرف التركي، سواء على الطاولة أو على الأرض. تركيا هي حجر الزاوية، هي الركب الصعب، هي التي يجب أن تكون موجودة في أي حل، هذا الحل سواء كان سياسي أو كان عسكري، فتركيا هي الأساس في هذا الموضوع. وبالتالي أتوقع أن كل من روسيا وإيران حريصان كل الحرص على أن ألا يخسر الطرف الثالث ألا وهي تركيا، وبالتالي الملفات الشائكة والملفات المعلقة بحاجة إلى تفاهمات، وهذا ما الذي تحاول تركيا الوصول إليه من خلال السياسة والدبلوماسية والمفاوضات على الطاولة. هذا يقودنا إلى حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن أمل التوصل لحل الأزمة السورية بات قريب المنال. على ماذا اعتمد في تصريحه ومن أين سينطلق الحل برأيك؟ 3 نقاط أساسية أتوقع أهم نقطة بالنسبة إلى تركيا هي شرق الفرات والمنطقة الآمنة إذا ما تم اعتمادها وتم تنفيذها، وهناك شروط تركية خاصة في هذا الموضوع، ألا أن تكون السيطرة لتركيا تحديدا السيطرة الميدانية وضمان أمنها بشكل حقيقي على غرار درع الفرات وغصن الزيتون. هذه المنطقة الآمنة لقد قبولا من أمريكا التي ستنسحب أو تدعي أنها تنسحب، وروسيا هناك موافقة أو تفاهمات مبطنة غير معلنة. أتوقع أن هذه نقطة مهمة. انسحاب امريكا من سوريا ايضا فيه تفاهمات واضحه المعالم، اما موضوع ادلب فيبقى هو هنا العقد المنشار او المشكله العالقه. تركيا ترى ان هناك استفزازات من قبل ميليشيات ايرانيه ومن النظام السوري، الاخر يرون ان هنالك تجاوزات من قبل مجموعات ارهابيه كالنصر وغيرها، وتركيا تريد حل هذا الموضوع بشكل جذري ولكن لن يكون من خلال عمليه عسكريه، ولكن يجب ان يكون من خلال تفاهمات سياسيه. المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إنشائها منذ بدايات الحل العسكري من قبل النظام ومجازره ضد السوريين، كيف سيكون شكلها؟ هناك من يقول إنها ستكون نواة سوريا المستقبل من جيش وطني وشرطة وبداية الإعمار. ليس هكذا بالضبط، هي بداية طول 490 كيلومتر بعمق حوالي 30 إلى 32 كيلومتر. هذه المنطقة تقريبا نتكلم عن حوالي بحدود 15,000 كيلومتر. هذه المنطقة ربما ستفي أو تكفي لمن يريد أن يعود من السوريين الموجودين في تركيا 3 إلى 4 مليون، ربما تستطيع أن تستوعب 1 إلى 2 مليون. على الأقل تكون هذه المنطقة آمنة فعليا
وليس فقط آمنة بالاسم أو بالكلام. رأينا كيف مطلع الفرات وغزل الزيتون مناطق منطقتان آمنتان وقد عاد إليهما أكثر من 295 300 ألف مواطن سوري. نعم. وإذا علمنا أن كل من هذه المنطقتين 2000 كيلومتر مربع، نستطيع أن نقول أن المنطقة شرق الفرات منطقة 15000 كيلومتر مربع، هي 7 أضعاف ما تم تأمينه، وبالتالي تعتبر منطقة آمنة وتهدف إلى عدم التغيير الديموغرافي والمحافظة على وحدة الأراضي. تركيا حريصة على هذا أيضا من أجل أمنها القومي. لا يمكن الحديث عن أمن واستقرار إذا كانت حدود تركيا مهددة. ليس حدود روسيا ولا حدود إيران مهددة، أما حدود تركيا هي المهددة فعليا. نعم. من وجود الوادي والوادي. هذا يقودنا إلى نقطة مهمة، وهي قوات الحماية الدولية التي دار الحديث عنها مؤخرا. تركيا رأته بأنه تقييد لها، تهديد لأمنها. هذه القوات قد تكون الحاجز الفاصل ما بينها وما بين هذه الميليشيات والمنظمات الإرهابية، وكذلك قد تمنعها من تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها بالنسبة للمناطق الآمنة أو ما إلى ذلك. هل تعتقد أن هذا الموضوع أو هذه القوات الدولية تقف الولايات المتحدة خلفها؟ يا سيدي، الولايات المتحدة هي الآن تتخبط في الملف السوري و سياستها الخارجية ليست واضحة، يتم الحديث عن شيء ولكن يتم تطبيق شيء آخر. قالوا بأنهم لن يدعموا الوحدات الكردية، هم الآن يدعمونها. قالوا سيسحبوا أسلحتهم، هم لم يسحبوا الأسلحة منهم. قالوا أن هذه الوحدات الكردية ستنسحب من الأراضي السورية، لم تنسحب بحجة محاربة داعش. الآن يقولون أنهم هم سينسحبون من سوريا. من بعد الإعلان عن الانسحاب، الآن أكثر من 400 شاحنة محملة بالسلاح دخلت من العراق إلى سوريا. إذن هنالك تضاربات ولا توجد سلك نوايا في الطرف الأمريكي، وبالتالي القوات الدولية التي هي أيضا تعتبر أداة تنفيذ للمخطط الأمريكي لا يوجد لها مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها، وليست بحاجة إلى قوة عازلة أو قوة دولية. تركيا قادرة بنفسها على أن تحمي نفسها بنفسها وتحمي أيضا الحدود المداخمة لها. نعم. لا، لن نستطيع أن نتكلم عن أمن واستقرار في ظل قوى دولية أتت من أجل مطامع أخرى، وليست أتت محبة في شعوب هذه المنطقة ولا. نعم. محبة في مصلحة الشعب السوري أو الشعب التركي. السيد يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لك.